صغير ما دارش بيخوي توحشت انا ما كنت قوي شوار ما تاكوس بيتزا وبانيني صغير تعطل وانا تحشر كيجيني الجوع بعد ما تشوف هادشي بغيتها تفرح لان ملي غتفرح ماكسيموم غتقبل بالزواج لان المره الاولى بعد ما جات اكادير صدمتها عاوتاني كنزيد نصدمها. A few moments later هادشي كامل درت علاش؟ فات الوقت بالزواج ديالي شرحوا له بانه راه عندي مكانش دامي 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 un petit peu de tension dans la voix. Non, ana machi tala li dem, walkan hazza wahed lham fouq ras la afa haqiqa. Parce que ana je suis écrivain, ana je fais théâtre, j'écris, je cherche, je t'ai trouvé. Et où le problème? C'est la porte de l'Afrique. C'est le Maroc qui fait le problème pour le monde. Ouais, bah c'est hallucinant. Tout s'est joué pendant le confinement. Non, arrête monter, arrête. الحب هو الود والمحبه الداخليه شعور يستعشق بها الانسان داخل القلب ديالو والقلب غموض لا يعلم باطن لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى هذا هو الحب هو الود هو الحنان هو العطف طاقه غتكون داخل هادشي اللي يسمى الحب عارف الانسان شنو الحب دابا كان هالغش ما كاين الحب كان هالمصلحه كان هالمصلحه ما كاينش الحب دابا كذب عليك انا كنحبك كان هالكذوب دابا كان هالمصالح هذاك هل يجوز للزوجة أن ترقص لزوجها؟ نعم يا أحبتي يجوز للزوجة أن ترقص لزوجها. عليكم اخالته قالت لك ماما واش تعمل شحال تعمل ثلاثه تشكيلات ديال الحلوى بوركي عزيزه ماش تموت هذا اليومين وخاصها ماشي يجيو عند الناس وديك الشيء تو ديالي كيف انتي ناك لاباس مزيانه الصحه لاباس قول لعزيزك ماش تموت واكو جامي قول لنا عزيز ماماك كنقدر نعدل الحلوى لا وديك كاوكا ودي الطحين وكل حاجه عندها بريسيو ديالها بالي وقول ترانكيليتا نوجدوا لها
ربي لو ديك الشيء العائله قولها ما تخممش واخا نهار تموت عزيزه نقدر نجيبهم لها بيرو لو ما يخر قولها تجوزنا عندي معلي باش تعطي لها بريسيو كل حاجه يلا بنتي الله يرضى عليك. سائل يقول بلغت من العمر 70 سنة ولم اصلي وانا اليوم اريد ان اصلي حتى طلقك ابليس كي طلقك ابليس بالتلات خلاص يعني ولات ما عندكش الصحه حتى باش تعصي ربي ما تستقبلش خلاص الصحه راحت البطاريه تطفاو دوكا تخمم في الصلاه ولكن رغم هذا اقول لك احمد ربي اللي هداك قبل ما اداك ما دامك حاب تصلي يقول فما هي كفارة قاطع الصلاة. نمشيو نلبسو حوايج ديال بيرسوناج خو ونمثلو فهمتي هذوك خدمتهم يعني هما في هذاك اللعيبه ديال البلاصه وداك الهاله حنا كنا نط ماشا انا صوت فيلم بعد واحد مستقيم لاسمان ديغنيغ هو صاحبي كي معايا تلابس حلومه ديك الصدارت اللي كحلومه انا وطريق بخاري كنا شما كيعيش الزنقه تو فوا انا سو با لو جونغ اللي غادي نبين ليك بيرسينغ هنايا ما تعرفش ما نعرفش ندير passar a régua depois, ou a lixa? Não, passar a régua fazer o vinco aqui, ó. Ah, vou fazer o vinco já. Ah, vai então. Ó. Funileiro bom da porra, hein, vai. Vai, tá melhor do que tava, ó. Vai, mete marcha, porra. Vai. Tá pra alinhar aqui, ó. Você tem que dar uma ligadinha, viu? Vai, ó. Puta merda, rapaz. Ih, rapaz, fica novo, hein, hein. Vamos fazer o vinco aqui, já programa fazer o vinco. Pode ficar chegando. يضمن الدستور المغربي مجموعة من الحقوق يضمن الدستور المغربي مجموعة من الحقوق يضمن الدستور المغربي مجموعة من الحقوق يضمن مجموعة من الحقوق حقوق حقوق اويلاش من حقوق اويلا 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 اويلاش من حقوق اويلاش من حقوق تقدم الى الامام نحن معك سوف تصل انت تستطيع واك يا عباد الله وسير في حالك المهم شوف مزيان واحد Thank you.
الشباب هنا متابعكم. الهدرم الهدرم كبيرة القديرة هدرم تحدي نزلكي بصدي الناس ما يتيبوش اللي بغي يتحداني في هذا التحدي لغا مع 12 ليل ولا حتى شنو ما استدي الصباح وش يكون الحال بارد الهدرم. كيتحالفوا فيها ولاد اكادير كانوا بيقتلوه في اكادير هربات كانت كانوا كارين الدار مفاردين فيها كلهم كانوا مفاردين فيها. هذا شكون اللي كرا هذاك الدري اللي ساكن في الحسنيه اكادير كيلعب في حسنيه اكادير كيلعب في حسنيه اكادير هو اللي كرا لهم الدار. داك الدري اللي كيلعب في الحسنيه هو اللي كرا لهم الدار 300 درهم ما عليناش فهمتكم البلاصه كرا له 300 درهم باش نديروا الدار كرا لهم الدار 300 درهم ياك داروا فيها ديك الحفله باش يديروا بها البوز باش يجيبوا شوف تي في يقولوا نزار راه شوف دار شوف فين خرجت من الدار هي ودوك الدراري وقف عليهم السمسار. السمسار ماشي مول الدار انا كنعقلوا على الهضره ديالي ماشي مول الدار السمسار. شكون السمسار؟ والله ما عارف اخويا كيف كتكون انت كتجي براني انت كتمشي عند السمسار السمسار كدبر لك الهضره. السمسار اش كيقول لي؟ كيقول لك انا كنسكن العائلات هنا. اش داروا هما؟ جابوا داك اللعاب ديال الحسنيه داروه كنطره باش هو يكري لهم ولكن خاصكم تفهموا ديك الدار وقع تماك وقع الاغتصاب والشراب والشراب ما كاينش الماحيه ما نكذبش كاين الشيشه والكارو والجوانات تماك خدم في ديك اللحظه خدم حاشاكم ياك. وفين خرجوا؟ فين خرجوا؟ وقف عليهم السمسار قال لهم خلصوني قال لهم ما تخرجوش تخلصوني. اش قال؟ اش قال السمسار؟ قال لهم قال داك السيريكيتي العساس قالوا وقفهم لي هنا خليهم هنا يجلسوا خليهم هنا يجلسوا ما تخرجوهم فين خليهم هنا يجلسوا. بقات نادى حسي والشكح الشكح تخبى تخلع تزره هو وخو وهذاك اللاعب ديال الحسن يتخاف خايف لي تشوه مع الباجات ديال اكادير. نادى حسي بقات كتخرج في عينيه ومال دين امك شكون انتو كتسب الرب كتسب الرب كتسب هذيك مول الدار قالوا مول الدار انا بغيتها خلاصي وبعدوا مني. اش دار هو؟ والشكح نقز من وراه كيخرج في عيني مع كان يديه داك السمسار دار الشكح بحال هكا مع داك الشكح جات اليد في الخنافر سال ليها الدم. وحقول لي شنو هو الاهم؟ الاهم هو السيد يدخل للحبس يدخل للكوميساريه ويقولوا له بغينا نتنازلوا ليك اعطينا 5 مليون. هما كيقلبوا على الفلوس باغيين يدخلوا للحبس خوت باغيين يدخلوا للحبس ياك باش يقولوا له بغينا نخرجك من الحبس اعطينا التنازل هما باغيين غير الفلوس اخوت. مهم تمنيت تكون عجبتكم الفيديو الى عجبتكم ديروا لايك كما ديما وتنساوش بارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش تجيبوا لي زابوني شويه. مهم الى عجبكم الفيديو بارطاجيو الى عجبكم عاوتاني ديروا لايك ويليكم لايك سبسكرايب لايك وعيد مبارك سعيد.